جميلة يا بلدي بالنعم الكتيرة اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم بيها عليكي، وكمان جميلة بشعبك اللي بيبذل كل جهده وكل طاقته عشان يثبت للعالم إنك جميلة يا بلدي. وأكيد مع جو الاحتفالات وعيد الأضحى المبارك، كل عام وحضراتكم بخير، مصر بتبقى أجمل وأحلى بكتير. خليكم معانا وجميلة يا بلدي. أنا من لبنان، وأحلى شيء عجبني بمصر شعبها وناسها. كفاية إن مصر فيها حضارة 7000 سنة. كفاية حلاوة المكان اللي احنا موجودين فيه. أنا عن نفسي شايف إن الفن أحلى حاجة في مصر. لمتنا الحلوة في بلدنا مصر وشبرا يعني تحديدا هي بتبقى أحلى حاجة عندي يعني بصراحة. بلدنا حلوة مفيش كلام، بس نحبها عشان تحبنا. بأخلاقنا الحلوة حياتنا هتبقى كلها حلوة. نفسي ان احنا نتحد مع بعض كده ونرجع زي ايام زمان، يد واحده وما يكونش في اختلاف في البلد. احسن بلد في العالم كله مصر، بلدنا نخاف عليها ونخاف على ارضها. مصر هي بلدنا كلنا ووطننا كلنا. بفكر كل مشاهدينا بصفحتنا على الفيسبوك اللي ظاهره مع حضراتكم على الشاشه. بعد الفاصل بنتوقف مع فقره السوشيال ميديا، واللي من خلالها بنلتقط اجمل واهم الاخبار اللي تم طرحها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي سواء في مصر او في الخارج، واكيد اللي في الخارج ممكن نستفيد منها ونقدمها بصوره جديده في بلدنا عشان تكون اجمل واجمل وجميله يا بلد. ولأننا في جو احتفالات فقررنا أن احنا نختار لكل مشاهدينا مجموعة من الأخبار الخاصة بالاحتفالات في دول العالم المختلفة، وهنبدأ معاكم بمهرجان ساو باولو في البرازيل. المهرجان ده هو عبارة عن كرنفال شعبي، الناس من خلاله بتخرج في الشوارع وبشكل خاص الشوارع اللي فيها معالم سياحية شهيرة خاصة بالبلد، وبتبتدي ترتدي أزياء بألوان زاهية جدا، وبيلبسوا كمان اكسسوارات ومكياج معين، يعني بيبدو في صورة مختلفة تماما عن الشكل التقليدي للمواطنين. الحقيقة ده نوع من أنواع التراث الشعبي البرازيلي اللي بيحاولوا من خلاله أن هم يجتذبوا السائحين، وأعتقد أن ده ممكن نعمله عندنا في شكل كرنفالات ومهرجانات كتيرة جدا، وإحنا عندنا بالفعل مهرجانات كتيرة، لكن ممكن نضيف عليها كمان مهرجانات خاصة بالتراث الشعبي والأزياء المتميزة. ومن البرازيل نروح معاكم لفرنسا، ومهرجان الليمون والبرتقال أو مهرجان الحمضيات، يعني المشاركين في المهرجان دوت بيقدموا مجموعة من اللوحات الفنية المتميزة جدا اللي صنعوها بالليمون والبرتقال، شيء جميل ومبهر للغاية وممتع في نفس الوقت. ونروح معاكم لمهرجان السعادة في دبي. المهرجان ده شارك فيه أكتر من 2000 شخص من 200 جنسية من مختلف أنحاء العالم، كمان بالإضافة لوجود مجموعة كبيرة من الوزراء والشخصيات العامة. كل دول اجتمعوا من خلال مهرجان السعادة عشان يأكدوا على رسالة معينة، إنه التنوع هو شيء مهم جدا للحصول على السعادة والشعور بالسعادة. ووصلنا معاكم لفقرة الفيديو القصير، والنهاردة نستمتع مع كل مشاهدينا بفيديو خاص بفتاة صغيرة في السن، لكن بيوضح لنا قد إيه كان عندها نوع من الإصرار والعزيمة عشان تحقق نجاح في لعبة الجمباز.
احنا النهارده بنحتفل مع كل مشاهدينا بعيد الاضحى المبارك. كلنا بنفتكر الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلب مننا التبسم، تبسمك في وجه اخيك صدقه. كلنا بنفتكر الابتسامه، وكلنا اكيد هنعيش من خلالها السعاده. النهارده حلقتنا هتكون عن فن الرسم، وهيكون ضيفنا الفنان فيصل داوود اللي بدأ حبه وعشقه للفن بمجرد هوايه، لكن فيما بعد اصبحت هي الوظيفه الخاصه بيه. نشوف معاكم فيصل داوود وجميله يا بلد. تعتبر الهوايات الشخصية ملاذاً آمناً لصحة وأوقات الأفراد داخل المجتمعات الحديثة، فهي تمكن من تلبية حاجات ورغبات النفس البشرية والتخلص من ضغوط الحياة العملية وإبراز واكتشاف مواهب وقدرات الأفراد، وتبرز أهميتها أكثر بالنسبة للنشأ من الأطفال والشباب بالنظر إلى تأثيرها الإيجابي والفاعل على مدى تحصيلهم الدراسي وسلوكهم داخل المؤسسة التعليمية والبيت أيضا. فتربية النشأ على ممارسة هواية ما تدخل ضمن العوامل الأساسية والحاسمة في تكوين شخصيتهم المستقبلية، ولا تلقى على عاتق الأسرة فقط مهمة رعاية مواهب الأطفال وتنميتها، إنما على الدولة أيضا وبكل مؤسساتها أماكن لعرض مواهبهم وإثقالها ووضع المواهب على الطريق الصحيح. وضيفنا في هذه الحلقة هيكون الفنان فيصل داوود، برحب بيك معانا. أهلا بحضرتك فيصل. أول كل سنة وأنت طيب طبعا. طيبة. عيد سعيد عليك وعلى الأسرة إن شاء الله. طيبة. يعني احنا النهارده واحنا بنعيش معاك في اجواء خاصه بالعيد، بنتكلم عن فن من الفنون اللي بتبقى كتير جدا بتشع بهجه وبتشع سعاده وسرور لكل الناس اللي بتتابعها وبتشوفها. فخليني اسالك من المنطلق ده، يعني ميلك للرسم وحبك للرسم كان من منطلق ان انت عايز تعبر عن مشاعر جميله، ولا مشاعر فيها نوع من الحزن والشجن؟ يعني بتميل لانهي اكتر؟ في وقت الميول الفنان بتبقى عاوزه فيها فرح. يعني حسب المود. مود الفنان بتتاثر، يعني بتتاثر مثلا بشخصيته، بالمجتمع، بالظروف كده، يعني اللي مر بيها كده. يعني في اوقات بيبقى فيها فرح كتير، لوحات كلها الوان، بهجه، سرور. وفي اوقات مثلا بيعبر عن معاناه معينه او حاجه هو عاوز يوصلها، رساله يوصلها. لكن انت بتجمع بين الاثنين، ما بتملش لحاجه فيهم اكتر من الثاني؟ لا ما بملش، بس هي حسب بقى المطلوب او اللي انا عاوز اوصله مش اكتر. جميل. الاحساس. طيب خلينا نتعرف عليك اكتر بقى. يعني فيصل داوود انت اصلا كنت بعيد تماما عن الرسم، كنت بتدرس تجاره. وكان الرسم مجرد هوايه بالنسبه لك، مش كده؟ ازاي تحولت او تحولت الهوايه دي عندك لاحتراف؟ هي الاول يعني بتبقى طموح، يعني الواحد بيبقى عاوز يوصل للهدف ده، او وحب الفن نفسه بيوصل الفنان ان هو يوصل للحاجه ده، مش شرط يكون هو تخصص فنون او تخصص اي كليه فنيه. فهو ده اللي بيخلي الواحد يوصل، ان هو بيعافر عشان يوصل للمستوى اللي هو عاوز يوصل له. في ناس تقولك طب ما كمل اول، يعني كنت دخلت درست. لا، هو للاسف هي الظروف بتحكم، يعني خلاص ما دخلتش فنون يبقى انا هقف على عندي حد معين في الفن. لا،
كمل وعافي لغايه لما اوصل اللي انا عاوزه. وبالتالي الحمد لله انا يعني وصلت. انت كان هدفك من زمان ان انت عايز تكمل في المجال ده؟ عاوز اكمل ودلوقتي يعني اقدر ان انا اكمل. بالنسبه لك انك تدرس تجاره؟ لا، ما كانش بالنسبه لي ان انا عاوز ادرس تجاره، بس الفرق اللي فرق معايا القدرات والامتحان القدرات، وان انا ما جبتش مجموع الكليه، فانا دلوقتي عاوز اكمل في فن، فانا كملت وانا في تجاره، فانا كملت فيها الحمد لله يعني. تمام. طيب انت قلت نقطه مهمه جدا، فكره ان الواحد لو عنده يعني حب المجال المعين حتى لو ما جاتلوش فرصه انه يدرسه، مجرد الموهبه في حد ذاتها دي ممكن تساعده في ان هو يبقى عنده يعني نوع من الاصرار على انه يسكن هذه الموهبه. هنخرج فاصل عشان نسأل الناس برضو، يعني شايفين يعني النوع الإصرار والعزيمة اللي موجودة عندك دوت شايفينه هو إزاي؟ يعني هنسألهم إزاي ممكن واحد يكون عنده موهبة ويحولها لحرفة؟ قد كده ممكن الواحد يبقى عنده هذا الإصرار وهذه العزيمة؟ نشوف الناس هتقول إيه ونرجع. سوق الموهبة هي الأول لو أنا بني آدم whatever أنا درست إيه في حياتي، بس عندي talent في حاجة معينة، موهبتي إن أنا بعرف أصور كويس. بعرف أصور كويس مش مجرد إن أنا عندي talent بس، إن أنا بمسك كاميرا وبعرف أبص فيها وبعرف أطلع منها صورة. لا، لازم أستارت إن أنا أخد courses، أشوف بقى حاجة، أخد دراسة مع الحاجة التالنت اللي عندي دي عشان أقدر أوصل فيها للآخر إن أنا هبقى مخرج، هبقى فوتوغرافر، هبقى اي حاجه ريليتد بقصه الكاميرا او التصوير او الحاجه دي كلها. الموهبه ملكه جايه لي، فلازم امارسها ولازم استفيد بيها، ان انا دي جايه لي كميول ليا ورغبات ليا، فاذا لما احولها الى حرفه او مهنه مع الاطلاع مع اشوف اجدد حاجه ايه، فممكن اكسب منها واشتغل بيها واطورها. الدوله لو يسرت هذه الاشياء وعملت مثلا زي مصانع بترعى الموهوبين في مجال الصناعة، مثلا في مجال الرسومات، في مجال الحد كلها، هتقدر يعني مثلا كل شركة أو كل مصنع دي يرعى مثلا هنقول 5 موهوبين 10 موهوبين من الناحية دي، هنقدر ان احنا ننمي هذه الموهبة وتقدر ان هي تظهر للنور، ونشوف مخترعين ونشوف رسامين ونشوف لاعيب الكورة ونشوف فنانين ممتازين جدا جدا جدا. لابد ان هذه الموهبة ان احنا ما نفرطش فيها، جميع النواب على مستوى العالم بنشوف ان اهاليهم اعتنوا بهم وهم في سن صغيره. تستقل هذه المواهب من اجل انه تخدم المجتمع، سواء في المسرح او سواء في الغناء او سواء حتى في العلوم المختلفه. وانت طول ما انت عندك موهبه وكده هتمشي وراها، وطول ما انت عندك هدف في حياتك هتعمل اقصى جهدك ان انت تحققه. دي موهبه من عند ربنا، لازم يستخدمها صح ويفيد بها نفسه والناس. نرجع مرة تانية، وفي ناس كتير شايفة ان الموهبة او الهواية اللي موجودة عند الشخص بالفعل ممكن تبقى سبيل ان هي تبقى مستقبله اللي جاي كله يعني. فحسألك برضو هنا فيصل، قول لي يعني انت كنت متخيل فعلا ان انت تقدر تتحدى الصعب وان انت تنفذ اللي انت كنت بتتمناه في فكرة ان انت تبقى فنان وانك تمسك الريشة وان انت يبقى لك جمهور بيحب فنك؟ وانا في فتره يعني اكيد مريت بالظروف ان انا خايف ان انا ادخل، او الموضوع صعب مثلا في تكلفه الادوات في الحاجات دي كلها، بس مره في مره واوصل لحاجه حاجه لغايه لما اوصل للي انا عاوزه. يعني مثلا الاول كنت حلمي ان انا اخد مثلا اول جمهوريه، دخلت مسابقه ووصلت ان انا اخدت الجائزه دي. حلمي ان انا مثلا اعمل ورشه، اعمل مكان مرسم، عملت بالفعل. مره تانية ان انا ابقى مدرب فنون تشكيليه، عملت ده. وحلمي مثلا بعد كده ان انا اعمل مرسم اكبر من المرسم اللي انا فيه. فكل حاجه بتبدا واحده واحده وبتنتهي. انت شايف ان الطموحات لازم تبقى خطوه خطوه، ما ينفعش الواحد يحلم باكبر حاجه من الاول. لو انا حلمت مره واحده كده ممكن لو انا ما وصلتش اقف عن كده، صحيح، مش هقدر ان انا اكمل. فخطوه خطوه بتبقى العمليه اسهل. خطوه اسهل. طب قول لي انت برضو في خطواتك دي يعني كل مدى اكيد كنت بتثقل نفسك يعني؟ أيوة، كل شويه تدريب. الحمد لله انا كملت دراسات حره فنون جميله، دي بتبقى للناس اللي هي غير متخصصه، يعني كليات تجاره، تربيه،
اي بشهاده مثلا ثانوي او كليه. فدي انا كملتها كانت فتره 3 اشهر. دي اضافت لموهبتك ايه؟ اضافت التكنيك الاكاديمي اللي هو اللي بيبقى تاثيري، اللي هو اعرف ازاي اللوحه دي اكاديمي او موهبه. اللي رسمها موهبه او دارس تخصص يعني. فهنا ده بالدراسه بقى الحره قدرت ان انت توصل. قدرت ان انا افهم بس العلاقات والاكاديمي ازاي، واعرف التكنيك الجديد متاثر بمدارس معينه في الرسم. يعني انا في الغالب بحب الواقعيه شويه، اللي هي بيبقى الواقع في الرسم اللي هي ايه، حاسس ان الحاجه دي باينه ان هي واقعيه. ما بحبش مثلا، ما بحبش التاثير اللي هو تاتشات اللون، التاتشات دي بيبقى لها شغل ودي لها شغل تاني. تميل اكتر، انا يعني شفت شغلك معظمه لوحات، يعني بورتريهات ولوحات مفهومه، يعني اللي يشوفها يعرف يقراها بسهوله او يفهم ما وراءها بسهوله. يعني بيبقى حب البورتريه، اللي هو البورتريه اصلا يعني في الغالب اغلبيه الفنانين اللي موجودين في الفتره دي بيحبوا البورتريه، بيحب الوشوش، بيحب ان هو يرسم حد مشهور، بيحب يرسم مثلا فنان معين عشان هو يوصل احساس ان هو بيعرف يرسم قوي او شاطر في الفن او كده. انما مثلا لو عاوز يقدم فن او يعني دي بتوضح قد كده الموهبه، دقه في الموهبه او دقه في الرسم اللي هو البورتريه، لانه يعتبر اصعب شيء في في المجال. طيب نخرج فصل. جميلة طبعا، بحييك عليها يا فيصل. لكن هرجع تاني بقى، واحنا يعني بنعيش معاك في اجواء العيد، عارف كلنا واحنا صغيرين لما كنا في المدرسة كان دايما موضوع الرسم لازم يجي فيه عبر عن العيد. يعني انت مريت بده اكيد؟ اكيد مرينا ده فترة من التعليم وكده، بناخد موضوع عن العيد مثلا. كانت لوحاتك فيها تفاصيل ايه؟ بن بن بنفكر مثلا بهجة العيد، بلالين مثلا، بتاع التنورة والالوان المبهجة، المراجيح، الحاجات البسيطة دي، كل واحد بيعبر عن اللي هو عاوزه بطريقة مختلفة. طب العيد عندنا احنا في مصر تحديدا، لو انت بترسم لوحة دلوقتي شايف ايه اكتر حاجة تكون بتميزها وايه اكتر حاجة تبرزها فيها؟ ممكن علاقات الالوان ببعضها، الالوان المبهجة زي الاصفر الاحمر اللي هي الالوان الاساسية. شايفها بتبقى دي مرتبطة عندنا بالاعياد، مرتبطة الالوان المفرحة يعني بالعيد. بعد كده بقى اللعب، الفرح، الصورة مبهجة مثلا زي طفل بيلعب بالألعاب، أطفال بيلعبوا في الشارع، لبس العيد الجديد، الحاجات اللي هي البسيطة دي. بس عارف يعني احنا برضو عندنا في مصر حتى مع اختلاف محافظاتنا تحس ان ممكن كل محافظة يبقى ليها طريقة معينة في التعبير عن الفرحة بالعيد. يعني دي برضو من التفاصيل اللي ممكن تكون حلوة في الرسم. بتغير من محافظة لمحافظة حسب العادات بتاعته والتقاليد في البلد دي. طيب خلينا يعني برضو نتوقف عند جزئية الولاد اللي انت بتدربهم، سواء كانوا اطفال صغيرين او شباب كبير، انت شايف هما برضو بيبقى استعدادهم عامل ازاي وازاي بيتم توجيههم؟ او انت لو في حد بيشوفنا دلوقتي وحابب ان هو يعني يتعلم الرسم على اصوله او ينمي الموهبة اللي موجودة عنده، اولا دي بتبقى بالنسبة للطفل لازم يكون فيه الاستعداد، لكن هل لو ما عندوش الاستعداد والاب او الام عايزين يوصلوا له الاستعداد دوت او يخلوا عنده الموهبة دي، هل ده متاح ولا بتبقى العملية صعبة؟ هو عامة لازم الطفل يكون هو حابب اكتر وحابب يكمل، والاب والام بيهيئوا له الموضوع اكتر بحيث ان هو يكمل، يجيبوا له ادوات فيحاول يساعده مش اكتر. ولازم هو ينميها له من صغره، اللي هو يحط له الوان، يشخبط، فالموضوع بيفرق معاه جامد في الفترات دي كلها.
لما بيكمل في الفن بيبدع فيه كتير. فكرة الاشتراك في المعارض وفكرة الحصول على جوائز، يعني هل ده بيبقى هدف أساسي موجود عند كل فنان أو كل حد بيمسك ريشة وبيرسم، ولا أنت ممكن تكون بترسم لحبك للمجال دوت؟ المعارض يعني ممكن الواحد بيشارك في المعارض عشان يعرض اللوح والناس تتبسط من فنه، وهي لازم يعرض فنه للنور، ما يبقاش مخبيه اللي هو ما حدش يتفرج عليه. يعني هو لو اقتنى اللوح دي كلها هيعمل ايه في الاخر؟ برضه لازم يعرضها في معرض خاص ليه، لما يعرضها في وسط فنانين مشاركين معاه. طب دلوقتي مواقع التواصل الاجتماعي بيبقى فيه فرصة ان الناس تعرض اعمالها، هل ده حسيت ان هو مثلا افادك في المجال ده انت وغيرك طبعا، يعني في نشر الاعمال الخاصة بيكم؟ ايوه، السوشيال ميديا دلوقتي بقت منتشرة جدا فيها الفن، وبصفة عامة الفنانين كلهم بقى بينشروا اعمالهم، وبقى فيه ناس كتير بتقول رأيها وناس كتير بتشجعهم وكده، اكتر كمان من المعارض. يعني المعارض يعني الواقع ساعدت اكتر كمان، يعني ساعدت اكتر لانه الناس منها حتى ما بتبذلش مجهود انها تلبس وتنزل وتروح وتبحث عن المعارض، ده هي بتجيلها وهي قاعده في البيت. ايوه، يقدر يتفرج عليها، يقدر يشوف اعمال الفنان ده من على السوشيال ميديا، من على البيج بتاعته. بتستفيد من ارائهم ازاي هنا؟ باخد طبعا رأي الإيجابي اللي هو بيشجعني، واسيب الرأي اللي هو بينقدني أو مش فاهم في الفن عشان ينقدني. لأن في مشكلة بيقابلها الفنان، إن هو اللي هو مش فاهم يدخل يقول رأيه، فده ممكن يحبطه، بمعنى مثلا يقول له اللوحة دي فيها غلط هنا، هو ما يعرفش يرسم أو ما يعرفش في الفن. فده بس ممكن يكون مشكلة. لي رؤية أو وجهة نظر معينة، يعني ممكن يكون متذوق بس شايف حاجة، ممكن بتهيألي ممكن تستفيد برضه من بعض الآراء حتى لو كانت آراء نقدية. يعني هو ممكن الواحد يستفيد، بس يكون أسلوبه يعني النقد بناء مش شدان. طب الجوائز بقى، أنت حصلت على جوائز؟ أنا حصلت أول جمهورية تبع وزارة الشباب والرياضة تبع مراكز الفنون. حصلت على ثالث جامعة. دي كانت عن إيه؟ كانت لوحة إيه؟ اللي هي اول جمهوريه كانت لوحه ايادي. كنت راسم كده ايد كده بتعبر عن الكابت برضك مشاعر، كنت حابب ان انا اعبر عن حاجه معينه فيها. والجائزه الثانيه ثالث جامعه. كانت مسابقه عاديه دخلت فيها وكسبت ثالث جامعه. وتاني ثالث حاجه كانت مسابقه تبع الكليه عندنا تجاره، لان انا كنت في تجاره كنت بعمل معارض فنيه، وكان العميد يجي يتفرج على اللوح بتاعتي، وكنت باخد مسابقات برضك، وبطلع تبع الاتحاد مسابقات وتبع الجامعه. ما كنتش يعني في تجاره، كنت بقدم فن برضك. خلينا برضو نسال عن فكره الاسره، يعني انت الى اي مدى كانت الاسره داعمه ليك وشجعتك على المجال؟ يعني الحمد لله، يعني كان في كتير في البيت بيشجعني ويقول لي مثلا اللوحه دي عاوزه تتظبط، دي كذا، دي حلوه، اللون ده كويس. يعني كده كده طبيعي لازم الواحد يبقى يستشير حد في البيت، او حد ياخد رايه، او حد بيفهم بيتذوق للفن او فكره الفن نفسه. وغير بقى الماديات وكده برضه طبعا الواحد. بس كان وهو انت صغير كان يقعد يقول لك سيب الرسم وذاكر وبطل، سيب وانت تخصص تجاره مش ليك علاقه بالرسم، بس انا كنت حابب ان انا اكمل. انا بتمنى لك طبعا كل النجاح وكل التوفيق، وان شاء الله نقابلك وانت فنان كبير وليك اعمال مميزه للغايه. شكرا جزيلا الفنان فيصل داوود كان ضيفنا النهارده في جميله يا بلد.